قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته؟ يعني لا يضيق بعضكم على بعض، مثل ما لو تتراءون شيء في الدنيا، لو شيء واحد تعاركون، كل واحد يبي يشوفه هو، تغامرون كل واحد تطاولون بيرونه، شيء واحد ما هو متعدد. أما الله جل وعلا فكلهم يراه من غير أن يحصل زحام أو يحصل مغالبات، كل يراه مطمئنا. وضرب لذلك مثلا بالشمس، أنتم ترون الشمس بدون تزاحم، هم الناس يتزاحمون من مكان واحد علشان يشوفون الشمس أو القمر، كما ترون القمر ليلة البدر ما يتزاحمون، كل يراه. إذا كان هذا في المخلوق ففي الخالق من باب أولى. نعم.